لوكاش دوشا ها دوشا لوكاش وين راجو؟ أي بخير السلام عليكم وريكم مرحبا الحمد لله رجع مدربنا والله وانا شاكر لنادي الزمالك نروح يعني قديش مبسوط انا الشيء الوحيد اللي بدي اياه منكم بس ما بدي غير شغله انه ننضبط اول شيء في التمارين ننضبط في التعليمات طبعا التعليمات مش من الجهاز الفني انا حياتي وعمري دخلت في الجهاز الفني حتى نادي الوحدة يا اخواني حتى نادي الرمثة تعرف عبد الحليم شمارة اقرب من اصدق اصدقائي يعني الصعيد نادي الوحدات نفسي شباب الاردن نفسي الجزيرة نفسي يعني انا اول عمري لعبت في الجزيرة الشباب كنت جاهل ودائما هاي انا بتذكر يوم قلتوا فيها الحكم لما بشفر شفرته ما بتراجع قلت لكم اياها قبل لا تسافروا على القهوة قلت لكم اياكم حكم لما بصفر صفارته لو انه بعيد عنكم لنا يعاوض راح نقدمكم مش قدر استطاعتنا اكثر من استطاعتنا شريح انا معروف طول عمري بالنادي الفيصل لكن انا بلاك والله ما نفهم يعني اذا انتم قدمتوا انا دير مجراش انا شريح هالايام ما نمت الاول يعني ما اول كنت ما في مباراة الا احضر انا ما بدي منكم هذا عيون الإدارة لكم دم الإدارة لكم احنا دم نزري لا هو أبيض ولا هو أخضر احنا دمنا أجر وشوفوا جماهيركم في الفترة الأخيرة الحمد لله عم نشوف جماهير كثيرة رغم الخسارات اللي عم يوصلوا لنا اياها العام